حال الحقوق الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأسباب حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأنصار رسول الله مهاجرين مع رسول الله ثم إلى رسول مهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى رسول محمد بن علي وعلى اسم وبروهم ثم إلى الحبيب الحبسي ووالدين والدهم وأموالهم حفظ النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد يا ربي
الجسد وأصلح وسهل ما حملت أرواح يا ربي صل على اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربطت عينا يشوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى Oh,
فجل الحق في عالم كرسي واسع فجل القضاء في شرف به القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تفرده بتعداد ولا يقل تقاربه بكثرة ترداد حيث أبرز من عالمين كان صورة الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وأذان شرابه بالأكوان فما من سر صبي قلب مريب إلا من سواب فضل لا يعلاها يا حبيب يا لقب سرور قد توالى بحبيب عم لنا من وامه يلا من شرف الوجود بنور وحر الكون بهجته وجماله قد ترقى جلس على مقام وتناهى في فنده وتعالى لا خلص العيون في من فلا مباشرة لكن وهو من فوق لما قد رضفت بشؤونه وكمالا فسبحان الذي ابرز من عظم الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحال في الامر معانيه الجنان ان تشابه في عالم البطون والظهور ما بدا الوجود تحقيا فتبارك الله بالإله الكريم بشرتنا آياته بالحكم الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أهل أنفسكم عزيز علينا أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي الى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم اللسان عما تضمن الجنان التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتدعو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا العبد الصالح في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من ملة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم على الصلوات أجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العمر الذي وفى بحق الربوبية وبرز فيها بخد الكمال
قام بأمره ليجري مع ذمة لله وأقبل علي غاية القبال صلاة يتبعها بها روح المصلي عليه فيبتسم لقلبه نور سند الغيب وحبه ويهتف بها بنعم الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيأوا لنا لأشرف الأصل والديه وحبه ما رد من أكوان بنشره وهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Thank you.
والأرحام الشريفة الطاهرة حتى
بلغ في العالم الشهادة بشرا مات البشر ونورا حير الأبكار ظهور وظهر فتعلقت بهمة الرجل هذا الحور بأن يلقى بهذا القداس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعور فإن كانت رسولات العصر يأسر يعص بذلك المعصور تصنيفا للسامعين الحواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعلم الأقلاب عن سكون خير الأناب ولكن هزاني إلى تدبير ما حفظته من زرصة المرأة أكرمه الله في مولدي من الفضل الذي أم العالمين وبقي دراكي بالكون منشورة على فر الأيام والشهور والسنين داعي التعظيم هذه الحمدة الكريمة ولكن تشوق إلى سماء صاف عظيمة ولعل الله أن ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله أن ينفع به المتكلم والسامع يدخل ذلك الشفيع هذا النبي الشافع يتروحان ذلك اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الرابع ومن ذلك به والجهد المصنوع والقلب كل يشبه يمشي في صور وبتلا وماج بقرب ظهور اسمك يا نسراج والعيون مشتت الى برمز متشتت الى ارتقاء في زهر كنوز وكنود عبد لكل شر نطقت نسر عبارة مولدا بك من بشارة وما من حامل حملت في ذلك العار إلا تخفيها حملها في غلال من بركة وسعادتها ذا الإمام ولم تجمع السماء وقد أسرت البريات وبرود من عالم الخفين وعالم الزهور بعد تنقل فيه في البطون والزهور فنعلق وجود بيت التقرير وبسط في عالم كبير مع التصريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم نافع تسليم على سيدنا النبي محمد العبد الرحيم اللهم صل يا خير من ورد بمكة قد أتى خير مولود يا
سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله
خاف الأمة أن يطرع النبي الأمة فانسل لجناد المسعود ومشاركة المراب يا تسمات المرجوع سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهود العين من كسب الله من نشيد قسمة الوافية فترك الأميرة الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سبوك من النور العماد وبرز حامد محمود وذكر الليل العظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برد صلى الله عليه وسلم من بدء أمه برد بأن تلقه إلى السماء مؤمنا بذلك فأنه شرفا على مجده والسماء. فكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شرف الأول من أيام يوم اثنين ومولد وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مقهولا مقطوع الصلاه تولد ذلك الشفيع عند الله ايد القدره ومع بروده الى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على انه اشرف المخلوقين وافضل الخلائق. فقد ولد عبد الرحمن عوفا بن شفاير يرحمهما قالا لما ولد عبد الرحمن عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدي قصدها لا تستحي فوق الي يقول رحمك الله او رحمك ربك. قالت الشفاء فافضلوا من اجل المغرب حتى نادت الى بيت سروق. قال ثم ألبسته وأن يعبده فلم أحسب أن يسجد سلم أدم أو أم البشرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفل ذلك عني ثم عدت وعبده وسلم أدم بشرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم الحديث مني على بالي فصح الله فكنت من اول الناس اسلاما وتنظر سوره من عظيم المعجزات وباهر الايات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند المولى وان عين عينيه بكل حين ترعى وانه الهادي الى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. ولقد انتصر صلى الله عليه وسلم من محاسن الاخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الاوراق. كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولهم الى مكارم الاخلاق سبقا واوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل الا معروفا له الخلق السل والنقل المحتوي على المعنى المميز لا دعاه المسكين اجابه معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سبل الأخلاق الغيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البنية ومن نسل أسليبه تعطلت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبنية محمود إلا وهو متنقب عن زي
الوجود أجبت بمصلحتي وشاني وله على قيمته ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السواب عمامه وقد انبسط القلب في تنويه ما أفاده العلم بوقار النبي الكريم وحكاية أكرم الله به آل العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أنسك عنة الأقلام في هذا المقام فقل السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولذلك يحسن خطبك ما يحسن التقديم عليه افضل الصلاه والتسليم اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المناء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرقاب فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي بؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منه من نياتنا وأعمالنا
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواثره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا فاذلنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخذ لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Nah, jadi di sini ada kesediaan penitia darurat langgar di koma yaitu intaluk. Jadi bahadiah kita hadiahnya adalah 5.000. Jadi penawar hati, penanam hati. Nah, dengan doa Habib mudah-mudahan anak-anak kita yang masih belajar mudah-mudahan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doa yang akan didoakan oleh Habib Ibrahim kepada beliau. Mohon persilakan. Intalunya ada. Ya. Ya. Tapi di situ gini, Nak. Jadi intalunya gini. Didoakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
بحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Panitia bergerak. Jadi malam ini ujung-ujung siapa yang bahagia untuk dananya untuk langgar kita Darul Iqamah. Dan juga di sini Allah mewakili daripada Dewan Guru Madrasah Diniyah Tahmiliyah Hidayatul Sibyan mengundang pihak pada hari Jumat ini sesudah Jumat atau ba'da Jumat pihak beradaan yang ada di sini berdinian atau rakyat sebagai diundang pada hari Jumat habis sholat Jumat kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa-siapa aja yang hendak menyumbangkan sumbangan baik berupa air mineral atau aqua bisa pian menyerahkan lawan ulun atau lawan Ustaz Al-Muji atau lawan Ustaz Madan kalau mau menyumbang untuk pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu yang kepingin bayi rupiah, apa bayi rupiah? Harganya 15.000. Jadi untuk penitia langgar 2.500, untuk majelis rendah. Nah jadi pian menukar banyu rupiah ini sambil beramal dan juga didoakan oleh Habib. Terima kasih. Nah jadi banyu rupiah tidak ada aja banyu aqua aqua Indonesia berapa? Maulid 15.000 lah. Oh majlis taklim sama awanah. Jadi Habib Ali itu yang botol yang amanah saya kan. Mau BK amanah. Ada yang tadi kan ini adalah dari sini tadi ini untuk bantu untuk membantu pesantren Abu Awanah Tanjung Pecah Gunung Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Segaf selaku penceramah kita pada hari ini.
yang sama-sama kita hormati saudara Muhammad Alamul Yaqin selaku qari kita pada hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sabulut, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan yang telah bisa berhadir, yang terhormat segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya juga kita bisa berkumpul di acara yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kerabat dan pengikutnya hingga akhir yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, ketiga sambutan, keempat ceramah agama, kelima doa sekaligus penutup.